تسمع زين ما فتحوش او يخدم والفوق المصلى راهم يصلوا فيه قاعه تاع الصلاه قاعه الصلاه تاعهم يصلوا فيها يصلوا فيها راح نشوفوا القيبب هذوك هذه تاع بيت الوضوء بسم الله ما شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. إذن هذا هو ثالث مسجد في مدينة بوسعادة بالشكل نتاع القباب المتراكبة على بعضها، يعني شكل عثماني، وفيه زخارف إسلامية، طراز الإسلامي، لكن الشكل العام فهو مستوحى من العمارة العثمانية اللي كما نعلم كان الجزائر جزء من الخلافة العثمانية لمدة 5 قرون. إذن كان فيه تأثير كبير للعمارة العثمانية في الجزائر، كما أثرت العمارة الفرنسية، ويعني فيه أمبراساج كما ندي أمبراساج نتاع لي ستيل دارشيتكتور، يعني أعطانا هذا الشكل النهائي اللي رانا نشوفوه الآن، فيه لمسات عصرية خليط فيه أعمدة مربعة. هذيك سدر فوق الكنيسة. فيه الاتساع ما شاء الله. وين المحراب والمنبر بالرخام؟ ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. هذا المحراب روعة. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.